أنا اسمي زروق بالقاسم المكنى أبو أنس، التحقت بالجماعة المسلحة سنة 2000 سبتمبر 2005 بمنطقة بن خطة بجيجل. ربط الاتصال مع الجماعة المسلحة عن طريق المدعو الرابع أبو دجانة، كان كنت نتلقى به في مسجد الحي تاعي، حي شوف الكداد سطيف. سبقني لجبل بثلاث شهور، وكان عندي رقم الهاتف تاعو. من بعد نسقت معاه وطلعت. بعد مهم التحقت، أول مرة حطيت رجلي في الجبل كان في مكان اسمه الحرمة في ابن خطة. ومن ثم بديت كما يقولوا حياة أخرى مع جماعة المسلحة في واقع واحد أخر كما يقولوا. النشاط تاعي كان في منطقة جيجل وبابور وسكيكلا. أول مرة التحقت في جيجل، ومن بعد قعدت حوالي عام وزيادة، ومن بعد رحت البابور. بعد بابور عاودت رجعت لجيجل، قعدت مدة واللي دخلت سكيكدا. الوقت هذا كانت الظروف ماشي صعيبة بزاف، لأن كاين أفراد من المنطقة هما اللي يروحوا يتولوا الأمر تاع مثلا التموين وتاع، وكانت المراكز كان مثلا مازال أخرى للجماعة للكتائب السرايا والكتائب متمركزين في مراكز. من بعد تدريجيا حتى بالتحديد كما يقولوا سنة 2012 و13 والأخرى، ثم بدأت القوات الجيش بدأت تشدد الحصار على الجماعة المسلحة، العملية المرتبة من طرف الجماعة المسلحة. وكان عملية الشركة الأمنية تاع سباس منطقة تزرار، ثم استهدفنا هذا أفراد الشركة كانوا يحرسوا شركة أمنية تاع الكهرباء، والحصيلة تاعها كانت مقتل 9 أفراد من أفراد الشركة الأمنية، ومقتل عنصر من حنايا، ودينا لهم زوج خماسيات مضخات خماسية. وكنت اسمها تنقل بين جيجل وسكيكدا اسمها روتيني، كما شغل حسب الحالة، ديما يكون فيه الحذر من كمائن الجيش، من كشف المواطنين. أما كنت في بابور كانوا درنا بعض التفجيرات، استهدفت أفراد الحرس البلدي، أفراد الجيش. المكان هذا كنين حاصرنا الجيش، احنا جينا له في هذه الفتره قبل ما يحصرنا الجيش بحوالي اسبوع. احنا كنا تسمى الماكله وما عندنا تقريبا والو، كنا مخبيين شويه ماكله في واحد المكان تحت الكوفيه هذا. من بعد احنا جينا في الليل بعد المغرب طالعين باش نروحوا للمكان هذاك نجبدوا الماكله. بعد خرجنا في قريب طحنا في كامين تاع الجيش، تسمى خرجنا في تسمى ما على بالناش لا فقلنا ولا ما فقلناش، مهم قاعد تسمى اختلاف بين. بعد رجعنا عاود ولينا للمكان هذاك وريحنا فيه بالك 4 أيام. كنا احنا رايحين نغيروا المكان ونتنقلوا. بعد مرض نفرد من تاوعنا زدنا ليله
هذيك الليله اللي زدناها الصباح صبحنا مطوقين من افراد الجيش. من بعد تنقلنا من المكان هذاك اللي كنا فيه باش اسما نريحوا في كان شي مكان فيه غابه كثيفه شويه. لا اسما لا عداه ما اسما كيفوتوا ما يشوفوناش ولا. لكن في النهار هذاك تاع اللي صرا فيه الاشتباك اسما جاو هابطين علينا مباشره افراد الجيش. بدينا كل واحد يسقم روحو يتخبى وكيف اسما المهم خرجوا فينا سواسوا. بعد هذا واحد من افراد تاوعنا واسمو ابو ابراهيم هو اللي رمى الاول. ومن بعد خلاص بدا الاشتباك. انا اسما بالنسبه ليا واش شفت اسما اخر حاجه شفتها كي صرا لي الاشتباك وبدا الرصاص انا شفت كاين اللي راهم طايحين من الافراد تاوعنا بصح ما على باليش لا حي ميت مجروح. بعد بديت نزحف لتحت خاطر انا هما كانوا شويه متقدمين عليا في المكان. بديت نزحف حتى بعد شويه من المكان تاع الاخر تاع الاشتباك. ومن بعد لقيت حذيفه قدامي جاي ثاني من ساحب تبعته. ومن بعد تلاقينا هذو الافراد اللي يسلكوا. احنا كنا في ثمانيه يسلكنا بصح اسمو المقداد كان مجروح في فخذه. المهم كمل معانا بالمقداد حتى هبطنا جهة الواد هذاك وقطعنا الواد وريحنا خلاص وطاح بدات الحق المغرب كما نقول. وريحنا هكذاك في بلاصة و اسمها يرقد اللي قادر يرقد هكذاك في البرد والاخر. وني ما رقدش من بعد قلنا غدوة من ذاك قلنا لو كان اسمها لازم لنا نلقاو نحوسوا كاش ما نلقاو غار كبير ولا حاجه اسمها وين نتخباو لانه المكان هذا ما وين تروح يلقاوك يعني لو كان مهما اسمها ما كانش وين تروح. بعد المكان منين بتنا كي شاف حذيفه المكان هذا لقى الغار بصح كي رجع عند اسامه قال له اسم الغار يقدر باتوا بالك ربع افراد ولا خمسه باتوا يحفروا ويخرجوا في التراب يحفروا حتى نزادوا له شويه في الليله اللي بعدها دخلنا للغار. هذاك الانجليزي كان زاد بعد اسمه زاد في الغار سبع ايام ولا ثمان ايام نسيت. ومن بعد مات. الغار كان ضيق بزاف كنا لاصقين في بعضنا كي السردين. بسم الله كان في الليل كي تكون مثلا يكون صاحبك مكسل رجله ولا الاخر لازم تقول له باش يجبد رجله باش انت تكسل رجلك. دفناه غير ثم برك من خلق سما بعد جبدوه العسكر سما ورينا المكان العسكر وجبدوه ثم برك تحت كي تهبط تحت الغار وتلقى روشيات مع واحد الروشيه ثم حفرنا له ودفناه. اسما دفناها اسما باش لو كان تخليه داخل الغار راح يريح ولا كاش ما يصرى. المهم حنا سمعنا افراد الجيش الهضره تاعهم فوق الغار كانوا يرتبوا رواحهم باش يمشطوا هذيك المال. بعد كيبداو يتحركوا يلحقوا عند الغار واحد فيهم سمعناه يقول او كاين غار هنايا او كاين باش لداخل. اسما حنا كنا دايرين باش هكذا
هذا كي سبت لهم طرطرنا واحد الباش، ومن بعد سمعناهم شغل يرتبوا، بداو يرتبوا باش يبداو الرمايه، ولا ما على بالناش شو اسمها بالضبط وش راح يديروا، بصح شغل حابين يبداو الرمايه. هنا يا عمي عاصم قالنا نسلموا رواحنا، بصح اسامه كان مركز على الهدره واش راح واش كاين برا، وانا كنت اسمى بين اسامه وعمي عاصم. انا قلت لاسامه سمعت واش قال لك عمي عاصم ولا ما سمعتش؟ قال لي واش راه يقول؟ قلت له راه يقول بلي نسلموا رواحنا. اسامه ثم زاد هضر مع عبيده، ما شغل سقساه قال له واش تقول ولا ما على باليش، ما ركزتش معاه مليح. يعني من بعد ثم ولا اسامه عيط قال له يا العسكر ما ترميش. ثم العسكر كان شغل ما سمعوش مليح، قال له واش راك تقول ولا نسيت واش مهم ولا. قال له اسامه قال له شوف لي واحد ضابط ولا اسمه نتكلم معاه باش من بعد. قال له انا جا واحد من الضباط، قال له ثم بدات ثم قال له خلاص انا اسمع انا عاطينكم الامان ما تخافوش. خرج عبيده هو الاول، ومن بعد حذيفه الخطر سما الغار ضيق ما تقدرش تحرك. بعد حذيفه خرج اسامه، من بعد خرجت انا. انا مع الاول كنت شغل انا شغل كنت خايف يضربوني ولا كاش ما يديروا لي ولا. بعد كي خرجت من الغار لقيت تما كي شفت العسكر مديت لهم الجيلي تاعي، كان فيها المخازن والهواتف وهذيك الامور. ومن بعد قلت لهم يا اخي ما ديروا لنا والو. قالوا لي روح ما تخافش ما راح يقيسك حتى حاجه. ومن بعد كي خرجت من الغار خلاص وقفت على رجليا، وانا كنت فشلان ودي خان ما تقريبا ما اسمها قريب تحت اسمها في الارض. ولاو حكموني، داروا الاجراءات تاعهم كما يقولوا تاع الاخر، ولا هما اللي سما رفدوني طلعوني فوق كيسما كان روشي هذاك واعر كي طلع فوق، رفدوني طلعوني فوق الروشي ومشوني ما داروا لي حتى حاجه. معامله كانت احسن معامله ما كنتش نتصورها، كنا في حاله يرثى لها، يعني كاننا خرجنا من القبر. كنت كاني سما هذيك الصوره قبل ما يسرالي قبل ما يحكموني افراد الجيش، كنت كاني عندي سيطره، كنت نتخيل وراه ظلمه. من بعد في اللحظه هذيك اللي حكموني وعاملوني هذيك المعامله وليت سما بانت لي وليت نشوف الضوء مور السيطره، ماشي ظلمه. سما كنت هالصوره ما بين ندم وما مستحيل نزيد نعاود نعيش هذيك المعيشه باش نعاود نعيش هذيك المعيشه. فمعيشه صعيبه، وكنا كما يقولوا مغيبين كما يقولوا.